إن ما يميز الشعب السوري هو تجانسه في كل واحد. الأسد يدون فصلا جديدا من نظرياته. حلف طهران دمشق هو من منع استباحة الأردن. خالد العبود يهاجم ملك الأردن بعد تصريحاته بشأن المخدرات الإيرانية. وبعد خلاف بين وفدي قاطرجي وحمشو على معابر النفط في دير الزور، قوات نظام تعتقل شيخ عشيرة البوسراية. جولة جديدة مما تبقى، حياكم الله. نشرت صفحة رئاسة الجمهورية صور استقبال بشار الأسد لراعي الكنيسة الأرمنية في كيليكيا آرام الأول كيشيشيان والوفد المرافق له. الأسد زعم أن أهم ما يميز الشعب السوري هو تجانسه في كل واحد على الرغم من اختلاف الأعراق والأديان. من خرج خائنا أو عميلا أو فاسدا فقد نظفت البلاد نفسها من هؤلاء ولم يعد لهم لا مكان ولا مكانة لدى السوريين. يزعم أنه غني عن من قالوا له مرة لا، فهؤلاء خرجوا عن شوره بل وعارضوه ومدوا أيديهم لأعدائه وتحالفوا معهم ليضربوا مشروعه المقاومة ضد إسرائيل والإرهاب. هي كلمات يرددها بشار الأسد أمام المصفقين له في كل مناسبة ليدركوا أنهم أصبحوا جزءا من سوريا المتجانسة. فإذا لا تعايش بعد اليوم ولا تسامح بل تكامل وتجانس. في فصل جديد من تجديد الأسد وتشديده على نظرية التجانس، نشرت صفحة رئاسة الجمهورية صوراً لاستقبال الأسد راعي الكنيسة الأرمنية في بيت كيليكيا الكبير آرام الأول كشيشيان والوفد المرافق له، حيث زعم أن أهم ما يميز الشعب السوري هو تجانسه في كل واحد على الرغم من اختلاف الأعراق والأديان، مضيفاً أن هذا التجانس لا يعني الذوبان وإنما الحفاظ على جميع عناصر الهوية لكل مكون من مكونات السوريين بما يقوي انتماءهم وارتباطهم بهذه الأرض التي يوجدون عليها منذ آلاف السنين. خليك واقف هنا. حديث الأسد عن سوريا المتجانسة تكرر في مرات عدة، لكن لعام 2014 السبق في حقوق ملكية المصطلح في أول انتخابات رئاسية تشهدها سوريا بعد الثورة في مشهد لم يعد كونه فصلاً من مسرحية هزلية إلى عام 2017، حيث لم يجد الأسد ما يشتري به سكوت مواليه إلا بجملة أننا صحيح خسرنا خيرة شبابنا لكننا كسبنا مجتمعاً صحيحاً متجانساً. يروج الأسد لفكرة أنه حامي الأقليات ولا يوفر مناسبة هو وزوجته أسماء للتعبير عن ذلك إلا ويستغلانها كما حصل في زيارتهما لكنائس في دمشق خلال الاحتفالات بأعياد الفصح ودير صيدنايا. الشعب المتجانس، يدعو إلى الشعب المتجانس. البعض يقول هذه اللقاءات التي يجريها الأسد هي من باب الفراغ، يعني لديه وقت كثير الرجل، ما الذي يفعله؟ يلتقي أعضاء من مجلس النواب الموريتاني، يلتقي راعي الكنيسة هذا الأرمني كيشيشيان، يلتقي يعني ربما في المراحل القادمة يلتقي يعني وفود عن تمثل زراعة النارنج مثلا والبابونج في كازاخستان. يعني كثيرة هي الدول التي تدور في الفلك الروسي وكثر هم المسؤولون وكثيرة هي القطاعات، ولا سد يلتقي يعني بيلاروسيا على كازاخستان على قرقيزيا، كل هذه الجمهوريات التي تدور في الفلك الروسي بإمكانها أن ترسل وفودا من هنا ومن هناك، وكل وفد له شغلة ومشغلة، ويلتقي السيد الرئيس ويدبجنا بخطاب تاريخي. هكذا البعض يرى هذه الزيارات، لكن هذه الزيارة لها خصوصية.
كونها تأتي مع ممثل هذه الكنيسة، الكنيسة الأرمنية. الأسد يهتم بالأرمن، النظام السوري يهتم بالأرمن من المسيحيين، لهم اهتمام خاص دونا عن سواهم من الطوائف المسيحية. هذه ليست المرة الأولى التي يعني يلتقي فيها الأسد الأرمن ويوجه لهم خطابا واضحا. يعني هو قبل سنتين أو ثلاث سنوات خرج ليقول على الأرمن السوريين الذين غادروا سوريا أن يعودوا، مكانتهم محفوظة ومجتمعهم يعني يرعى ودهم ويجب أن يعودوا إلى ما كانوا عليه، و دبج لهم كثيرا من عبارات الود والترحاب. الآن البعض يشير إلى نقطة مهمة، هو بشكل عام في عموم المنطقة العربية ليس فقط في سوريا، موقف الطائفة المسيحية من كل هذه الأهوال التي حدثت. المراقبون يقولون إن الشيعية السياسية إيران وأتباع إيران في المنطقة العربية يحاولون دوما إظهار أن والله المسيحيون معهم دوما، هذا هاجس إيراني عند إيران والتابعية الإيرانية في العالم العربي، من أجل أن يقولوا بشكل غير مباشر أنه والله هؤلاء السنة، العرب السنة، هم المتوحشون البدائيون الهمج القادمون من أقاصي أقاصي التاريخ حتى يقتلونا، حتى يفترسونا نحن كدعاة للحضارة والمدنية الحديثة. هذه هي السردية التي تحاول الشيعية السياسية ترويجها وتستند على بعض الركائز المسيحية في أكثر من دولة عربية. التيار العام لدى المسيحيين طبعا رافض لهذا الأمر، لكن صوته منخفض، يعني لا يعبر، لكن هؤلاء الآخرون صوتهم أعلى. والنظام السوري طبعا يعني عصف بكثير من المسيحيين وقتل من قتل منهم، والمسيحيون منهم نماذج وضاءة وزهراوية يعني في مسألة معارضة النظام، وهؤلاء يعني هم أحفاد التغالبة الموجودون والغساسنة الموجودون في بلاد الشام عموما، وهم أصحاب الأرض يعني، وذابوا وانخرطوا بشكل يكاد لا ترى الفواصل بين الطرفين من بعد مجيء الفتح الإسلامي إلى عموم بلاد الشام. النظام السوري من أيام القائد الخالد، حتى من أيام الانتداب الفرنسي، كانت مسألة التركيز على الطوائف المسيحية تحديدا على الطائفة الأرمنية أو ما يسمى بالأقليات المهاجرة إلى سوريا، منهم هذه الأقلية الأرمنية. هناك كتاب اسمه مسافر إلى سوريا لصحفي فرنسي أو رحالة فرنسي أو يعني اسمه جان لامازيير، هذا أتى في مطلع القرن الفائت في 1926 أو 27 أعتقد، أتى برفقة القنصل الفرنسي أو المندوب السامي الفرنسي وقتها إلى سوريا ولبنان دوجوفينيل، ويروي هذا في الكتاب، يروي تفاصيل بالغة الأهمية. وهذه التفاصيل في كتاب مسافر إلى سوريا، وهو كتاب مترجم إلى العربية، البعض يقول هذا كتاب مهم إلى جوار كتب أخرى طبعا في نفس توثق هذه المرحلة، كيف تعاملت فرنسا مع الأقليات وما هو دور هذه الأقليات فيما يعرف بعد فيما بعد في مسألة سوريا الحديثة بعد 1946-47. في مسألة الأرمن يذكر الكتاب، يذكر كيف تعامل الفرنسيين هو تعامل خاص، لا بل إن الفرنسيين هم الذين شجعوا الأرمن على المجيء إلى سوريا والمجيء إلى لبنان ودعموا الأرمن من قبل انهيار الدولة العثمانية، وهذا هناك كتب أخرى توثق لهذه المرحلة من بعد سقوط الدولة العثمانية ودور الأرمن تحديدا، أرمن مصر، كان هناك أرمن في مصر وأرمن في سوريا وأرمن في لبنان وأرمن في فلسطين، هؤلاء كلهم اجتمعوا، حتى الأشهر منهم كان أرمن حوران، وهذه معلومة يعني يتفاجأ القارئ بها أنه كان هناك رأس حرب أرمني في حوران، طبعا هو رحل بعد ذلك إلى لبنان، تم تجميعهم من حوران إلى دمشق ومن ثم ذهبوا إلى لبنان. هؤلاء كلهم كانوا ضد الدولة العثمانية طبعا، وقائمة ويقومون على السردية التي تقول هناك مذابح للأرمن والترك أجرموا بحق الأرمن، والمصادر التاريخية الكثيرة المحايدة يعني
منها مصادر روسية تقول أن هذه الرواية مكذوبة مكذوبة، لا بل أن الأرمن هم من بدأ الهجوم على الدولة العثمانية، وهم من بدأوا بقتل العثمانيين، واصطفوا طبعا مع روسيا القيصرية في معارك دامية كانت، ويعني فعلوا مجازر بالعثمانيين. الكتاب كتاب مسافر إلى سوريا يعود ليقول أن تعامل الفرنسيين كان تعاملا خاصا مع الأرمن، تعاملا خاصا مع الموارنة، تعاملا خاصا كذلك مع العلويين. أحد المفارقات هذا دوجوفينيل، هذا المندوب الفرنسي، وقف ليقول ذات يوم في لبنان، أمامه كان الموارنة في دولة ما يسمى دولة لبنان الكبير، ليقول أن دولة لبنان الكبير هي مرعية من الفرنسيين، ودولة العلويين مرعية من الفرنسيين. هكذا الرجل يقول صراحة. قال لك لماذا؟ قال لأن دولة، لأن الموارنة أو العلويين لم يشاركوا فيما يعرف بالثورة السورية الكبرى. طيب هذا الفرنسي هذا يقول هذا الكلام، والبعض يقول يعني إذن هناك سؤال واضح جدا، إذا الفرنسيين يقولون أن العلويين لم يشتركوا بالثورة السورية الكبرى، طيب الشيخ صالح العلي ما ترتيبه في قال لك قائد الثورة السورية الكبرى؟ يعني هو شارك أو لم يشارك؟ الفرنسيين يقولون لم يشاركوا، يعني لم يشاركوا. طيب كيف هذا لك قائد الثورة السورية الكبرى؟ كيف يعني؟ الفرنسيون يقولون هذا الكلام. طبعا الكثر يقولون أن صالح العلي يذكرون دوره في مسألة الاعتداء على الإسماعيليين سواء في مصياف أو في القدموس، أصلا هو متهم بترحيل الإسماعيليين من القدموس إلى السلامية، وهو كذلك متهم إسماعيليا وتاريخيا بفرض حصار شديد الوطأة على الإسماعيليين في مصياف. قال لك صالح العلي قائد الثورة السورية الكبرى. النظام موقف الطائفة الأرمنية أو يعني هي عددها تقريبا كان 100,000 قبل الثورة السورية لا أكثر، لكن النظام أولاها اهتماما لأنه لديهم هؤلاء الأرمن عداء مع الأتراك، فكثر يقولون إنهم يعني في غالبهم لا أحد يعلم كم اصطف مع بشار الأسد، لكن بالتأكيد هم حملوا السلاح فيما يعرف باسم الكشافة لحماية كنائسهم في حلب الغربية، واعتبروا وقتها أنه والله هؤلاء الذين يأتون من ريف حلب هؤلاء أعراب بدو أجلاف يريدون هدم كنائسنا وأكل لحومنا، لذلك نحن نأخذ السلاح من النظام السوري ونقاتل هؤلاء، أي يقاتلون المدنيين أهالي حلب وأرياف حلب. كذلك ليس فقط الأرمن، السريان ميليشيات الستور هذه مدعومة روسيا ومدعومة من النظام وحملت السلاح وقاتلت أهل الثورة، وهناك مجازر موصوفة بعينها ارتكبها هؤلاء وهؤلاء، لا بل إن يعني نعوات الذين يقاتلون الأرمن الذين يقاتلون مع النظام تملأ الجدران في حلب. ليس كل الأرمن طبعا وليس كل السريان، الحديث عن قلة قوية صوتها عال متحكمة في المشهد. الأرمن يعتبرون أن هذه الثورة السورية أو جزء من الأرمن يعتبرون أن هذه الثورة السورية هي ثورة تركية، لذلك هم يصطفون معها. كذلك كانوا هم قوما مدللين، النظام حرص على تدليلهم من أيام القائد الخالد منذ أيام الانتداب الفرنسي وما سمي بالاستقلال، هؤلاء كانوا قوما مدللين لذلك لا يريدون خسارة أبدا امتيازاتهم، وهم باصطفافاتهم هذه مع النظام أو مع حزب الله وكثر منهم يصطفون مع حزب الله ومع ولاية الفقيه يؤكدون ما يحاول الإيرانيون إشاعته أن والله هؤلاء المسيحيون متحالفين مع الشيعة من أجل لأن هؤلاء السنة همج ويريدون قتلنا، وهو ما يعرف باسم تفاهم الأقليات، كان واضحا هذا التفاهم في لبنان. يعني مثلا جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني السابق قبل يومين كان في العراق، زار العراق والتقى بهادي العامري والتقى بميليشيا النجباء. يعني جورج قرداحي هذا ما الذي أتى به إلى ميليشيا النجباء؟ جورج قرداحي ذهب لزيارة ضريح الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه أين في النجف قبل يومين. يعني أنت جورج قرداحي ما الذي ذهب بك إلى الحسين؟ ما الذي ذهب بك إلى الحسين؟ يعني ما السبب؟ هذه الصورة يحاول الإيرانيون دوما بثها وإشاعتها أن هؤلاء المسيحيين يصطفون معنا. طبعا هناك مسيحيون كثر ليس ضد هذا الذي يحدث، لكن محاربون مقصيون، والطرف الآخر هو صاحب الصوت المرتفع.
هاجم عضو مجلس الشعب التابع للنظام خالد العبود هاجم الملك الأردني عبد الله الثاني متهما الأردن بأنه ساهم في الفوضى في سوريا، وذلك ردا على تصريح العاهل الأردني بأنه إذا ما انسحبت سوريا من الجنوب السوري فإن الفراغ سيملأه الإيرانيون ووكلاؤهم. خالد العبود ماذا قال للأردن؟ قال ما لم يقله ميكيافيلي لملك الأردن. حاول دوما تفلسف ثقيل الدم والتنطع، يعني قال ما لم يقله ميكيافيلي لملك الأردن. كم مخطئ متشدق متفلسف، ليس الغناء يليق بالعلجومي. هاي قالها ابن هاني الأندلسي، قال ليس الغناء يليق بالعلجوم. العلجوم هي أجلكم الله يعني أنثى الحمار السمينة، ليس أنثى الحمار العادية، لا أنثى الحمار السمينة. قال لك كم مخطئ متشدق متفيقه، ليس الغناء يليق بالعلجوم أو العلجوم، يجوز الوجهان. فعلا يعني ليس الغناء يليق بالعلجوم. قال ما لم يقله ميكيافيلي لملك الأردن. يتفلسف ويتنطع. هلك المتنطعون، هذا دوما متنطع ودوما هالك، هذا الرجل دوما يتنطع ويهلك دوما. يعني هذا صاحب المربعات، هذا التصريح الشهير المربعات، يعني وأهين إهانات شديدة، ثم أتى بتصريح أنه الروس قالوا لبشار الأسد شو القصة، قالوا القصة 1 2 3، قال توكلوا على الله، كذلك يعني أهين. واليوم يقول لك ما لم يقله ميكيافيلي لملك الأردن. بعض يقول إن أيام دهرنا سخيفات، إن أيام دهرنا سخيفات فهي أعوان كل وغد سخيف، إن دهرا علوت فيه لوضيع الخطوب وغد الصروف. يعني البعض أحيانا يعجز، ما الذي سوف يقوله؟ إن دهرا علوت فيه سموا لوضيع الخطوب وغد الصروف. ما هذا الدهر الذي بات المرء يناقش ما قاله خالد عبود؟ قال ما لم يقله ميكيافيلي لملك الأردن. طبعا هم متضايقون من تصريحات الملك الأردني، من تصريحات جلالة الملك الأردني المعظم، متضايقون طبعا. قال لك الانسحاب سوف تملأه إيران، إيران متضايقة، بشار الأسد متضايق، فأوحوا لهذا الشخص أن أهجم على النظام الأردني. طيب النظام الأردني سوف يرد ولا سوف يبتلعها؟ قبل فترة خرج نائب في مجلس النواب الأردني كي يهاجم النظام السوري، فحذفوا كلمته من جلسة مجلس النواب.
طيب اليوم هذا خالد العبد يعني من واجهات النظام وله يعني حيثيات في الدولة السورية، هذا لا يتكلم من عندياته، سوف من أبيه الذي في السماء، هذا من أبيه الذي في سماء المهاجرين يتكلم. طيب سوف ترد الأردن، سوف تنزعج الأردن أم لا، سوف تبتلعها الأردن كالعادة في هذا العشق المازوخي بين النظام الأردني والنظام السوري؟ غريب الحالة بين النظام الأردني والسوري. كلام نفسه قوي الكلام الأردني، ويتردد الحديث، يعود الكلام الآن ليتردد بكثرة أن الأردن قد تفعل شيئا في الجنوب السوري، قد أو عن طريق التنف. أمريكا تريد هذا الكلام، إسرائيل تريد هذا الكلام، والأردن هو الوكيل الحصري والرسمي، قد يفعلون شيء، قد يعني لا أحد يعلم. الأمور ليست جيدة لا في جنوب سوريا ولا في شمال سوريا. يرد النظام، يعني ما الذي سوف يفعله النظام؟ يرد، هو لا يستطيع إيقاف المخدرات، هذه المخدرات يعيش عليها، يقتات عليها النظام، الإيرانيون يقتاتون عليها، حسن نصر الله يقتات عليها. لا سبيل أمامكم في المملكة الأردنية الهاشمية، لا سبيل، هي الكبتاغون وفقط، الكبتاغون ثم الكبتاغون وفقط، ولا تحلمون بشيء آخر غير الكبتاغون من بشار الأسد. يخرج اليوم هذا قائد الأوركسترا خالد العبود، ما لم يقله ميكيافيلي لملك الأردن، ويقول أنه يعني هو يعود خالد العبود ليذكره لملك الأردن بالكلمة الشهيرة لملك الأردن عندما قال أن إيران تريد أن تنشئ الهلال الشيعي في المنطقة. هذه لم تنساها إيران لملك الأردن، طبعا لن تنساها، وإيران لم تنسى لشعب الأردن النشامة، فعلا هؤلاء أهل الأردن أهل النشامة، لن تنسى لهم إيران ولا التابعية الإيرانية في العالم العربي مواقفهم من العراق. مواقف الأردنيين من العراق مواقف خالدة في الذاكرة الإيرانية والتابعية الإيرانية. بالتالي هؤلاء قوم يأتون ومحملين بثارات قديمة يا أهلنا في الأردن. ليس فقط الكبتاغون، الكبتاغون هو مقدمة البلاء، وهؤلاء الغرابيب السود، هؤلاء مقدمتهم، هؤلاء الغرابيب السود مقدمتهم الكبتاغون، وما خفي كان أعظم. يقول لك ما لم يقله ميكيافيلي لملك الأردن، يتشدق يتنطع، وصدره النظام في هذه المسألة. يعني الرجل ربما هو للحقيقة البعض يقول من جماعة النظام هو الأكثر فيقهة وتنطعا، فربما يعبر يعني عن هذه القصة بهذه الطريقة. فقال لك هاجم ملك الأردن، هذا الكلام كثر يقولون إن الجبهة الجنوبية مرشحة لا شك لا شك لمزيد من الأحداث الساخنة، وقريبا ربما قريبا جدا. قالت تقارير إعلامية أن قوات النظام اعتقلت أحد شيوخ العشائر الموالين في دير الزور، وهو مهنا الفياض شيخ عشيرة البوسراية. الاعتقال حصل على خلفية اشتباك بين الفياض ووفد حسام قارجي الذي جاء إلى دير الزور للسيطرة على معابر النفط وكف يد وفد محمد حامشو.
هذا مهند الفياض عضو مجلس الشعب، هذا عضو مجلس الشعب في مجلس النظام، كيف تعتقلوه؟ أليس لديه حصانة برلمانية؟ هذا ولايته تنتهي في 2024، وهذه ليست أول دورة له، يعني له دورات سابقة كذلك في مجلس الشعب. طب هذا ليس له حصانة برلمانية؟ يعني كيف هذا يهينوه ويعتقلوه ويضربوه؟ الموضوع قتال على المعابر، المعابر مشكلة بين حسام قاطرجي ومحمد حمشو، محمد حمشو من جماعة ماهر الأسد، حسام قاطرجي له يعني قصب السبق في هذه المنطقة والرجل قديم هناك في التعامل سواء مع داعش أو مع قسد في معابر التهريب على ضفتي الفرات، تهريب النفط، القمح، أي شيء، هو قاطرجي الموكل بهذا الأمر، محمد حمشو يريد دخول المشهد متأخر، لكن محمد حمشو دوما يربح، لماذا؟ لأن محمد حمشو وكيل ماهر الأسد، فبالتالي ماهر الأسد يربح كل الاعتذار من آل قاطرجي الكرام، لكن ماهر الأسد يعني هؤلاء آل الأسد، أنتم آل القاطرجي مهما على شأنكم، آل الأسد الجوكر، يربح آل الأسد، ومحمد حمشو الوكيل الشرعي لماهر الأسد يريد أن يأخذ شيئا من هذه المعابر، لأنه هذه تجارة مهمة وفيها أموال كثيرة، هذه تجارة المعابر على حدود الفرات من أيام داعش. حسام قاطرجي الحقيقة كان يعني الرجل له صولات وجولات، والرجل على سطع نجمه، وهو له علاقة مع أسماء الأسد، محمد حمشو له علاقة مع ماهر الأسد، من يربح، ماهر أم أسماء؟ هو هكذا الحياة الآن في سوريا، نحن كسوريين مستمرون بانتظار هذه الأخبار، وهؤلاء الصراعات بين هؤلاء الأربع أو خمس أشخاص، أحد يصارع أحد، الصراع كله على المال، ماهر الأسد يريد أن ينتقل أو يريد أن يتوسع بعد المخدرات، قال لك المعابر، ما الذي يمنع زيادة الخير خيرين؟ انتهى ما تبقى، غدا بإذن الله 9 مساء بتوقيت دمشق، ما تبقى جديد، في أمان الله. We'll be right back.